اليوم في فندق شيراتون الدوحة في قاعة الدفنة أخواني وأخواتي، في هناك طبعا معرض اشترى المنتج الوطني، واللي طبعا يشاركون فيه كبريات الشركات المحلية القطرية، مصانع، شركات، مؤسسات، طبعا لدعم منتجاتهم من خلال هذا المعرض. كل ما هو المطلوب منه إن شاء الله الحضور والمطالعة، وأيضا عقد الصفقات إن أمكن لدعم منتجنا الوطني. طبعا مثل ما تشوفون منتجات مختلفة يعني حسب حاجة السوق المحلي ولتغطية النواقص، إن كانت هناك أي نواقص، ولكن الحمد لله الأمور طيبة. احنا موجودين في قاعة الدفنة موجودين، وحياكم الله. أهم المنتجات الموجودة اليوم: مواد البناء، الألمنيوم، النحاس، الزجاج، الخشب، الخدمات البحرية، تكنولوجيا المعلومات، أوراق، بلاستيك، حديد والصلب، بالإضافة طبعا إلى منتجات أخرى كثيرة ومنوعة راح أشوفها اليوم معاكم. بنك قطر للتنمية جزاهم الله خير، وتسهيلا لهذه المشاركة قدم مساحات لعرض المنتجات، وأيضا قدم قاعة للاجتماعات الاستثنائية أو الثنائية بين الشركات والجهات اللي حابة تعقد معاهم، بالإضافة طبعا إلى هذه الساحة الكبيرة في قاعة الدفنة، استجرب بالكامل لهم حتى يدعم منتجاتهم. فقط الحضور منا مطلوب خلال هذه الفترة. مدة هذا المعرض يومين، هو يوم الثلاثاء والأربعاء، يوم الثلاثاء والأربعاء مدة هذا المعرض، طبعا من الساعة 10 صباحا وحتى 8 مساء. حياكم الله، تعالوا، في منتجات وطنية كثيرة صراحة نفخر فيها، ومطلوب منا فقط ان احنا ندعمهم ونشد على يدهم وننطلق معهم بإذن الله تعالى. إن شاء الله مصانع كثيرة مشاركة ومنتجات قطرية نفخر فيها. كل ما هو مطلوب منا اليوم ان احنا ندعمهم بالحضور والمشاركة، وعقد ايضا اتفاقيات معاهم لتوريد طبعا لشغلكم، لعقاراتكم، لمصانعكم. ما شاء الله المنتج القطري يعتمد عليه، وهذا طبعا بشهادة الجميع، ليس بشهادتي انا الشخصية، بشهادة الجميع. وهذا طبعا شيء فعلا فخر لمنتجاتنا الوطنية. راح أحاول أمشي معكم على السريع، نشوف مع بعض هذه المنتجات الموجودة الوطنية.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سالم الحلددي أخوكم مواطن، وعندنا شركة دنانير العقارات المقاولات بدأت في 2007، وطبعا من بدأت كانت في الريل استيت في العقارات تأجير واستئجار، وبعد ذلك بدأنا في المقاولات بناء وتشييد مباني، وبعدها بدأنا في الكيابل التركية اللي هي صناعة تركية والماركة قطرية. حاليا احنا نجرب السوق ونشوف السوق اذا كان يسمح وكان في ماركت ديماند على المنتج، راح باذن الله ان شاء الله كان في مجال وفي ديماند للمنتج راح ننتجه في قطر. وحاليا احنا عندنا في منتج اخر اللي هو عبارة عن الكيابل بانواعها، طبعا الفليكسيبل والسينجل كور، هذه اللي ملونة، طبعا هذه تكون للبيوت والفلل يعني حق الكهرباء، والفليكسيبل حق طبعا حق السبوت. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه اعلان ساينج شركه قطريه، وبتكون متخصصه ان شاء الله في لوحات الشوارع والساينجز والهايويز. حاليا اللي يغطي السوق الشركات السعوديه فقط، فهذا اول مصنع في الدوحه باذن الله بيغطي كل اللوحات المروريه في الدوحه. والحمد لله يعني الحين بدينا نوقع عقود مع أشغال، فإن شاء الله إحنا بنكون يعني مغطين السوق القطري، وبيكون الإنتاج فوق السوق القطري، ونأمل أن حتى نبدأ نصدر لبرة بإذن الله إن شاء الله. المصنعين والمنتجين المحليين، وكذلك نشكر القائمين بين قطر للتنمية وهيئة الأشغال على سرعة الاستجابة وسرعة حرصهم على خلق برنامج يسهل تأهيل المنتج المحلي، وكذلك احنا نتطلع ان شاء الله لتحقيق النتائج المرجوة من هذه المبادرة ومن هذا المعرض، بحيث ان يتم الاعتماد بشكل مباشر على المنتج المحلي. الفترة السابقة احنا الحمد لله اعتمدنا ما يقارب 3 مصانع قطرية خاصة بأنابيب الصرف الصحي، وكذلك تم استغلال أكثر من تم استغلال أعمدة الإنارة محليا من المصنع محلي بدولة قطر. وإحنا كذلك نطمح ونفتخر كذلك إذا بأي منتج محلي. باب ان شاء الله مفتوح، بيكون ان شاء الله في ابلكيشن بيتم تدشينه وبيتم ذلك خلال العرض المري من المهندس احمد الانصاري، وتمنياتي للجميع بتوفيق دائم. شكرا. دكتور المهندس سعد بن احمد المهندي على هذه المبادره الكريمه تاهيل. لقد حرصت هيئه الاشغال على دعم المنتج القطري، وما نشهده اليوم هو اكبر دليل على ذلك. حرص بنك قطر للتنمية من خلال المبادرات المختلفة، وأتوقع بأن المعظم شهد المعرض السابق، معرض اشترى المنتج الوطني 1، الذي شاركت فيه أكثر من 70 شركة قطرية بحضور أكثر من 250 مشتري قطري. ونتيجة نجاح ذلك المعرض نأتي اليوم خلال فترة أقل من 3 أسابيع في معرض اشترى المنتج الوطني 2. نأخذ أيضا توجيهات سيدي حضرة صاحب السمو أمير بلاد المفدى في كلمته، كلمة الصمود وكلمة الثبات وكلمة الكرامة، كنبراس لما نقوم به اليوم من تحقيق للاكتفاء الاقتصادي. إن الفرصة مواتية للقطاع الخاص القطري وللمصنعين القطريين من خلال وجود تلك الفرص الكبيرة التي يستطيعون من خلالها سد الاحتياجات المحلية للمشاريع الكبرى الموجودة في دولة قطر. ومن خلال نستمر معكم في هذه الجولة داخل المعرض، نلقي نظرة سريعة ونشوف أهم المنتجات القطرية اللي نفخر فيها بكل مجالاتها وكل تفاصيلها. وهي طبعا دعوة مفتوحة لأصحاب المشاريع والشركات، وأيضا للجمهور اللي حاب فعلا يتعرف على المنتجات الوطنية. حياكم الله، يا مرحبا ومسهلا فيكم. المكان هو فندق شيراتون الدوحة، قاعة الدفنة. المعرض موجود اليوم وباتر بإذن الله يعني 3 و4، فطبعا فرصة نتعرف على منتجاتنا ونشوفها، والأهم من ذلك أن ندعمها. حياكم الله. السلام عليكم. كيف حالكم؟ هذه الإضاءة منتجات قطرية؟ كلها قطرية. أول مرة أعرف صراحة. والله أول مرة. نعم موجود، بس أنا أول مرة أدري أن هذا منتج قطري 100% كامل.
احنا منتج قطري 100% كامل، بنوفر كل احتياجات الإضاءة الداخلية والخارجية بكل درجات الحماية ودرجات الألوان. نجحنا الحمد لله في الفترة اللي فاتت ان احنا ورد لجهات حكومية كتير، والحقيقة لقينا دعم كبير من الريل وأشغال ووقود والداخلية ووزارة الدفاع وأكتر من جهة الحقيقة، فالحمد لله. وين مكتبكم موجود او وين مصنعكم؟ مصنعنا في الصناعيه الجديده، ثالث اشاره شمال في تاني يمين، مصنع البيان الالكترونيات وتقنيات ال دي. طيب خلينا نصور الكرت حتى للساده المتابعين اذا محتاجين ايضا التواصل معاكم. شركة الجابر لأعمال الحديد هي إحدى شركات مجموعة الجابر، والشركة فيها أقسام مثل قسم البودر كوتينج، قسم الحديد المشغول، قسم المظلات، قسم الستانلس ستيل، قسم سبك وتشكيل المعادن. ويتميز إن إحنا عندنا قوالب بنصب فيها الألمنيوم، بنسخنه عن طريق الطي ويتحط في الفرن وبتشكل على هذا الشكل. عندنا قسم خاص الأعمال الستانلس ستيل والديكور، شغل السكاي لايت، شغل المطابخ الستانلس، ابواب الستانلس طبعا عشان حجم المعرض احنا مش قادرين ان احنا نكتر ونحط مثلا مطبخ او نحط سكاي لايت، بس في نماذج صغيره وفي عينات وفي موكب لابواب من الابواب عملنا. هذا باب صغير، باب حديد خارجي الفلل، وهذا ابواب مصبوغه بودر كوتينج، تمام، وهذه ابواب برضو بنماذج صغيره، يعني هو المستقبل الدوحه، لان زي ما انت عارف كل المباني اللي بالابراج والكلام ده مهبط الطيارات. احنا بانيين مباني الطيارات بتاعت ابراج السيتي سنتر كلها، مهبط الطيارات احنا اللي عاملينها، عاملين شبره لقطر مول، عاملين شغالين في قطر مول، عملنا شغل المظلات وشغل الستانلس ستيل العديد.
الآن المنتجات الخشبية اللي نشوفها الآن منوعة، تشكيلات مختلفة، البتيل الأعمال الخشبية مصانعهم، هذا إنتاجهم ما شاء الله، شوف شلون، يعطيهم الصحة والعافية. أيضا شركة صناعات الخشبية الأثاث بيرفكشن، أيضا منتج وطني 100%. To formulate the information, the material required for our project, and this is will open the dialogue between Ashghal and the investor in order to utilize the local product here in our project. Sir, from your end, Ashghal, they have work in the infrastructure, road, bridge, drainage network, building for the school, mosque, healthcare, all this, any material in this, all this area, we are really willing to utilize the local product in this project. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هالمعرض مكون من بنك التنمية، من نجاح المعرض الأول اضطروا أن يسوون هالمعرض. احنا بشكل عام استغلينا هالمعرض ان احنا نطلق تأهيل، هو برنامج عبارة عن تأهيل المصانع القطرية، صنع في قطر في عدد 3 أسابيع، يعني الوقت هاي، وان احنا نقلل عليهم المتطلبات اللي احنا ممكن نطلبها من الشركات الخارجية، وفي نفس الوقت ان احنا نسوي ورش عمل عشان يعرفون اللي متطلبات هيئة الأشغال العامة. احنا عندنا مشاريع ضخمة لها مواد نستخدمها بشكل يومي، في اشياء احنا ممكن نسويها ونصنعها في قطر، واحنا بنشجع السوق الخاص على انه يبدا تصنيع المواد دي عشان ان شاء الله نطور الدولة، وطبعا على ونمشي على توجيهات سمو الامير الشيخ تميم بن حمد خلق الفرص
التوعية للمستثمر القطري، فأكيد هذه الورش بتكون إن شاء الله مستمرة من فترة لفترة إن شاء الله. أشغال طبعا اليوم نشهد المعرض الثاني اللي هو اشتري المنتج الوطني اللي يأتي في فترة أقل من 3 أسابيع على اشتري المنتج الوطني واحد. ليش عملنا هذا المنتج نتيجة ليش عملنا هذا المعرض نتيجة نجاح المعرض الأول. المعرض الأول شاركوا معنا 70 شركة قطرية مصنعة داخل دولة قطر. المعرض هذا تشارك معنا أكثر من 150 شركة أو مصنع قطري. دورنا في بنك قطر للتنمية هو خلق هذا التوافق بين المصنعين القطريين والمشترين من الجهات الحكومية والجهات شركات القطاع الخاص الكبرى. طبعا بنك قطر للتنمية دوره تأهيلي يساعد يؤهل في نفس الوقت نمول الشركات القطرية ونساعدهم في تصدير منتجاتهم للأسواق العالمية وترويج منتجاتهم على المستوى المحلي. وخير مثال على ذلك مبادرة مشتريات اللي كان فيها مؤتمر مشتريات 1 2016 ومبادرة مشتريات 2 في 2017 واللي أيضا نتج عنها القرار الأميري سنة 2015 للمشتريات والمنتجات الحكومية. اليوم أيضا شهدنا توقيع الهيئة العامة للأشغال مع بنك قطر للتنمية على مبادرة اسمها تأهيل. مبادرة التأهيل هو بشكل بسيط أن احنا نساعد في تأهيل المصنعين القطريين ليكونوا مزودي الخدمات أو المنتجات للهيئة العامة للأشغال. نحبين نشكر الهيئة العامة للأشغال على القيام بهذه المبادرة. احنا لنا دور وتوافق كبير بيننا وبينهم في تسهيل وصول المنتجات القطرية إلى المشاريع القطرية الكبرى، وأثبت المنتج القطري والحمد لله قدرته على المنافسة سواء على المستوى المحلي أو المستوى العالمي الحمد لله. بدأ ما شاء الله الإقبال من التجار ورجال الأعمال لعقد بعض الصفقات الثنائية، وهذا شيء طيب وإيجابي، وهذا طبعا الهدف من هذا المعرض نحن نخلق فرص للتعاون وعقد الصفقات وأيضا دعم المنتج الوطني المحلي، وهذا ما تهدف فيه طبعا مثل هذه الشركات من خلال هذا المعرض. مثل ما قلنا لكم يوم الثلاثاء والأربعاء موجودين، الدعم مطلوب، ويا مرحبا ومسهلا للجميع. هذا أيضا منتج وطني 100% فلورا، لو شفتوه في الجمعيات أو في أي مكان عطول اشتروا منه لأنه منتج وطني 100% ونفخر.